في فترة الامتحانات لما ناخذوا الاحتياطات تاعنا دونك هذه بروتوكول ما نقدروش في الى واحد يعني ما اخذش الوقت اللازم في الوقت اللازم باش يسجل نفسه خاصة كما تكلمتي هو مكفوف يحتاج ان سوجي اون براي ويحتاج يعني تكفل خاص في الامتحانات لما ناخذوا الاحتياطات تاعنا وفي الدخول المدرسي المدير التربيه راه هنا ويعرف باللي كاين صيروره اللي توصل دونك حتى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفي الديوان هما اللي يحدوا العدد ديال المواضيع وعلى حسب التخصص ولا حسب الاختصاص دونك لما يكون عندنا يعني تلميذ تكون عنده هذه الاعاقه ناخذوا كل الاحتياطات تاعنا دونك ما كاش مشكل في هذا الميدان سي انسكري دون ان بروتوكول.